سيد الشيخ صالح الجعفري الولي الكبير والعالم الأزهري الشهير كان مغرما ومتيما في سيدي أحمد بن إدريس الهمام رضي الله عنه وأرضاه، حتى أنه كتب فيه المدائح والأشعار الماتعة، ويحضرني منها هذه الأبيات التي يصف فيها السيد أحمد بن إدريس رضي الله عنه وأرضاه فيقول: وما الشيخ ابن إدريس إلا مورس، وعن جده قد جاء بالورد والخمس، فجاهد تشاهد إن سلكت طريقه، ولازم علوم الشرع في حلقة الدرس، وما كان ابن إدريس إلا معلما، وبالعلم والتدريس فاق على الإنس، كراماته كانت معان يقولها، يضيء لدى الظلماء كالبدر والشمس، وتحيي قلوب السامعين بغيثها، فتنبت للزهر البديع وللورس، ويجلو قلوب السامعين جلاؤها من الوهم والتدليس والشك والتعس، فما غاب عن قلبي وإن غاب شخصه عن العين، والأرواح أرقى من الحس.